بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أحسنت، بارك الله فيك. من يحفظ؟ من يحفظ من الآيات لفواتح سورة الذاريات؟ تفضل. قرب لهم. لا، نفس الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من رفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل على أن وعده صدق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة، ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه فلم يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون. والمراد بالذاريات هي الرياح التي تذر في هبوبها ذروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها. فالحاملات وقرا، السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به البلاد والعباد. فالجاريات يسرا،
النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة، فتتزين بها السماوات، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وينتفع بالاعتبار بها. فالمقسمات أمرا، الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخرة، لا يتعدى ما قدر له وما حد ورسم ولا ينقص منه. أيوة، السماوات ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. إنكم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف، منكم من يقول ساحر، ومنكم من يقول كاهن، ومنكم من يقول مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم، وأن ما هم عليه باطل. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال تعالى: قتل الخراصون، أي قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، الذين هم في غمرة، أي في لجة من الكفر والجهل والضلال، ساهون، يسألون على وجه الشك والتكذيب، أيان يبعثون، أي متى يبعثون، مستبعدين لذلك، فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم. يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون بسبب من طووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويقال لهم: ذوقوا فتنتكم، أي العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. هذا العذاب الذي وصلتم إليه هو الذي كنتم به تستعجلون، فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. سورة الذاريات سورة مكية، وعدد آياتها 60 آية. ابتدأت هذه السورة بالقسم العظيم، ابتدأت بأداة القسم الواو، والذاريات قسم بالرياح، وكذلك فيما بعدها الذاريات الحاملات الجاريات المقسمات، هذه 4 من عظائم المخلوقات والآيات الكونية، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، فلا يجوز أن يقسم بالنبي كأن يقول والنبي، أو بالكعبة كأن يقول والكعبة، أو بالأمانة أو بحياة فلان، فإن هذا لا يجوز. وقد ورد في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك في الحديث الآخر الذي ينهى ويبين النبي عليه الصلاة والسلام، ينهى فيه عن القسم بغير الله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فينبغي على العباد أن يتنبهوا لهذا، لأنه قد يجري على بعض ألسنة الناس القسم بغير الله، وهذا مخالف لصحيح الاعتقاد. والذاريات، الواو هنا كما قلنا واو القسم، والذاريات
المقسم به وهي الرياح، وذروة يعني تسير وتذر ما يأمرها الله به بكل لين ولطف وحركة عجيبة. ولهذا قال الله سبحانه: فأصبح هشيما تذروه الرياح. فالحاملات، الحاملات هنا السحب تحمل الرزق والخير والمطر، فالحاملات أي السحاب أو السحب، وقرا بالكسر يعني حملا ثقيلا، السحب تحمل الحمل الثقيل وهو المطر والغيث الذي فيه الرزق للعباد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالجاريات، جمهور أهل العلم على أن المراد بالجاريات السفن، السفن التي تجري في البحار بأمر الله تبارك وتعالى، والذي يجريها هو الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يجريها إلا بإذنه وأمره سبحانه وتعالى. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فالجاريات، القول الأول من أقوال المفسرين أن المراد بها السفن تجري في البحار بأمر الله عز وجل. والقول الثاني أن الجاريات هي النجوم، هي النجوم والكواكب في السماء. قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، التي تجري بأمر الله تبارك وتعالى زينة للسماء ومصابيح وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ورجوما للشياطين. فالجاريات يسرى أي تسير وتجري ميسرة بأمر الله عز وجل، وكل ذلك لمنافع العباد ومصالحهم. فالنجوم أو السفن وقبلها السحب والرياح وبعدها أيضا الملائكة، كلها مخلوقات لتحقيق عبادة الله عز وجل والتسبيح بحمده، وأيضا قضاء مصالح العباد. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمقسمات، المقسمات هي الملائكة التي تكفل الله أو كلفها الله عز وجل بأن تتكفل هذه الملائكة بتقسيم الأرزاق. فالمقسمات أمر، سواء كانت الأرزاق أو غيرها مما يأمر به الله عز وجل. والمتأمل في أنواع الملائكة يجد أن الملائكة أصناف، منهم الموكلون بالرزق، ومنهم الموكلون بالسحاب، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، ومنهم الموكلون بالموت، ومنهم الموكلون بالنفخ في الصور، وهكذا. فالمقسمات أمرا من أمر الله
عز وجل وما يأمر به جل وعلا. إذن هذه أربعة من المخلوقات التي أقسم الله عز وجل بها: الرياح والسحب والنجوم أو السفن والملائكة. والقسم بالشيء دليل على مكانته ومنزلته وعلو شأنه، وهو لفت لأنظار المكلفين أن يتأملوا في آيات الله الكونية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم جاء بعد ذلك جواب القسم لما أقسم الله عز وجل بهذه الأمور الأربعة، ما هي النتيجة وما هو المراد وما هو الجواب؟ إثبات الجزاء. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إثبات البعث والنشور والآخرة وإثبات الجزاء والحساب والثواب والعقاب في الآخرة. إنما توعدون لواقع. انظر أسلوب القرآن في هذا القسم العظيم وهذه المخلوقات العظيمة، ثم بعد ذلك يأتي إثبات الجزاء والمعاد والبعث والنشور والدار الآخرة. وفي هذا دليل على أهميته وأنه ركن من أركان الإيمان. إن أكد جواب القسم بإن المؤكدة، وفيه مؤكد آخر وهو اللام، لام التأكيد لواقع. إنما توعدون لواقع. ما هو الأمر الذي وعدنا به أو وعد به من كان الخطاب لهم ممن تنزل القرآن في وقتهم، وهم الكفار الذين كذبوا بالبعث؟ فأثبت الله عز وجل هذه الحقيقة: إنما توعدون لصادق، أي كائن وصائر بصدق لا يقبل التكذيب. وإن الدين هنا المراد به الجزاء والحساب. ولهذا قال: يسألون أيان يوم الدين. فيوم الدين هنا يوم الجزاء والحساب، وإن الدين المراد به الجزاء والحساب. لواقع، كائن وصائر لا محالة. وهذا من اليقينيات التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها، بل لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بتصديقها والإيمان بها. يوم الجزاء ويوم البعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وإعراب ذروة وقرى يسرى أمرا، إما أن يكون حالا وإما أن يكون مفعولا مطلقا أو حتى مفعول له. إنما توعدون، الميم هنا موصولة، أي إن الذي توعدون لصادق. ويجوز أن تكون مصدرية: إنما وعدتم به لصادق وواقع. هذا هو المقطع الأول من السورة في القسم والمقسم به وجواب القسم، القسم بهذه الأمور الأربعة. ما المراد بقوله وقرا؟ فالحاملات وقرا، أي حملة، حملا ثقيلا. ووقرا، وش المراد به بها؟ وقرا
وفي آذاننا وقر، أي صمم لا يسمعون. والذين كفروا في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى في أسلوب آخر ومقطع آخر: والسماء ذات الحبك. الواو أيضا واو القسم، والسماء المعروفة. ثم ذكر من أوصافها أنها ذات الحبك، وقد اختلف المفسرون بمعنى الحبك. أشهرها تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وأن المراد بالسماء ذات الحبك ذات البهاء، ذات السناء، ذات الزينة، وهي كما ذكر الله عز وجل، وكما فسر ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد قال بعض أهل العلم في المراد بالحبك أنها المتجعدة، وكما في وصف المسيح الدجال: وإن شعره حبك، يعني أو أجعد حبك حبك، بمعنى أنه متجعد ومتصفف على غرار أنواع الشعر. كذلك من المعاني في الحبك الشدة والقوة، ومنه قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ومن المعاني في الحبك أنها التي حبكت وزينت بالنجوم، ومنها أيضا أنها طرائق بعضها فوق بعض. والسماء أي جنس السماء، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسماء السابعة، طرائق بعضها فوق بعض، محبوكة بمعنى أنها قوية ومزينة وبهية بهذا النوع من الجمال الذي يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذه بعض أقوال أهل العلم في المراد بالحبك. والسماء ذات الحبك، الواو واو القسم، والسماء بهذه الأوصاف العظيمة مقسم به، وجواب القسم: إنكم أيها المكذبون، أيها المخالفون، أيها الكفار، لفي قول مختلف. إثبات حالة الكفار حينما نزل عليهم القرآن وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختلفوا، فمنهم من قال إنه ساحر، ومنهم من قال إنه شاعر، ومنهم من قال إنه كاهن، ومنهم من قال إنه مجنون، وهذا غاية الاختلاف. إنكم لفي قول مختلف في موقفكم من الدعوة ومن الرسالة ومن هذا الدين ومن هذا القرآن. يؤفك عنه من أفك، يؤفك عن قولكم هذا، أو يؤفك كما سيأتينا، أي يصرف، يصرف عنه أو يؤفن عنه من أفك، من صرف عنه. هنا المراد الحق، النبوة، الرسالة، محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن. يؤفك عنه من أفك، من صرف عن الحق وعن بيانه وعن سلوكه، وهم والعياذ بالله
الكافرون والمخالفون للحق والمكذبون بالنبوة والمكذبون بهذا القرآن العظيم. وقيل إن المراد يؤفك عنه، عن هنا تكون بمعنى الباء السببية، يؤفك عنه يعني بسببه من أفك. ولهذا الناس فيه بين مكذب مخالف كافر به جاحد بآياته وبين مؤمن به، ولهذا يختلف الناس فيه من حيث الثواب ومن حيث الجزاء. ثم قال سبحانه قتل. قتل إذا جاءت في القرآن فإما المراد به القتل على حقيقته الدعاء على صاحبه بالقتل والموت، أو المراد به هنا اللعن، لعن. ولهذا قال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره. قتل إما أن يكون دعاء له بالقتل والهلاك، وهذا طبعا الكافر، أو اللعن والعياذ بالله وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قتل الخراصون. الخراصون هنا من الخرص، والمراد به التكذيب، والخراصون المكذبون، المكذبون بالقرآن والمكذبون بالبعث والمكذبون بالنبوة والمكذبون بهذا الدين. وقيل إن الخراصون أو إن الخراصين على المعنى والحكاية. قتل الخراصون أي المكذبون الكافرون أو الضالون المنحرفون أو المتهوكون في دين الله بغير حق في الظنون السيئة والأكاذيب. ويجوز أن يراد به أعم من ذلك كل خرص وكذب وافتراء، ومنه المزاعم والافتراءات على الدين وعلى القرآن وعلى النبوة بل وعلى المؤمنين، والشائعات المغرضة. كل أصحاب أولئك على مسلك يستحق أصحابه اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. قتل الخراصون من هم؟ فسرهم القرآن الذين هم في غفلة ساهون. هذا نعت، صفة لهم لهؤلاء الخراصين، وهم الذين في غفلة في بعد عن الله عز وجل، في كفر وتكذيب، في جهل، في عناد. ساهون أي في سهوهم وغفلتهم غافلون معرضون بعيدون عن الحق. الذين هم في غمرة، الذين هم في غمرة يعني غفلة أو جهل. الذين هم في غمرة ساهون، صفتان بعضهما يوضح بعضا من باب إيضاح القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن. الذين هم في غمرة في جهل في تكذيب في عناد، ساهون في غفلة في إعراض والعياذ بالله عن الحق. وبلغ من غفلتهم وضلالهم وتكذيبهم أنهم يكذبون بيوم الدين ويسألون متى هو، يسألون أيان يوم الدين، يسألون سؤال تكذيب واستهتار وسؤال استكبار وإنكار والعياذ بالله. أيان يوم الدين يعني متى يوم القيامة،
ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. فهم يكذبون بالقرآن، وأتى القرآن هنا بالأسلوب عنهم أنهم يقولون ذلك على سبيل الاستخفاف والاستهتار والاستهزاء والاستكبار، وأنه على أسلوبهم هذا لن يكون هناك بعث والعياذ بالله، وليس هناك يوم هو يوم الدين عندهم. يسألون أيان يعني متى، يوم الدين يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب والبعث والنشور. فرد الله عليهم بقوله يوم الدين يوم هم على النار يفتنون، هذا نوع من العقوبة لهم. يوم الدين هو يوم يفتن الكفار بالنار، يوم هم على النار يفتنون. والفتن هو التخليص، يقال فتنت الذهب بالنار أي خلصته من الشوائب، والمراد أن الكفار يفتنون بالنار بمعنى أنه يقضى عليهم والعياذ بالله. يوم هم على النار يفتنون، يعرضون، يعذبون، يحرقون والعياذ بالله في نار جهنم جزاء تكذيبهم واستكبارهم واستهتارهم وإنكارهم ليوم الجزاء في قولهم أيان يوم الدين، وفي الآية الأخرى أيان يبعثون. يوم هم على النار يفتنون والعياذ بالله، على بمعنى في، على النار إما أن تكون في، أو على بمعنى تشوي النار والعياذ بالله جلودهم وتعلو أجسامهم عافانا الله وإياكم ووالدينا من النار. ثم قال سبحانه زيادة في تنكيلهم وتعذيبهم ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم الذي تستحقونه، ذوقوا هذا التحريق والفتن والعرض على النار والعياذ بالله والإحراق والتعذيب، هذا الذي كنتم به تكذبون. ما تلاحظون إن الأسلوب تغير الآن، كان يتحدث بالمؤنث ذوقوا فتنتكم، أسلوب التأنيث ذوقوا فتنتكم، ثم قال هذا. إما المراد بهذا أي هذا العذاب، ذوقوا فتنتكم أي عذابكم، هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون. وإما أن يكون المراد به على حقيقته فتنتكم أي العذاب، هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون. دلت هذه الآيات على عدد من المعاني والفوائد، أولها عظمة الله عز وجل وأنه سبحانه خلق هذه المخلوقات التي ذكرها الله عز وجل في بداية هذه السورة، إثبات الريح وفوائدها، كذلك السحب وما فيها من المطر، وأيضا السحب وهي المزن، نعم. ثم بعد ذلك أيضا إثبات الملائكة وأنهم مأمورون بأمر الله عز وجل، يسبحون بحمده، وأيضا يقسمون ما أراد الله عز وجل للخلائق. ثم إثبات البعث والنشور، إنما توعدون لصادق، إثبات الجزاء، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك،
منزلة السماء وعظمتها، وأيضا تزيينها بالنجوم وهذا الخلق العجيب، أيضا إثبات تكذيب المكذبين، ثم أخيرا إثبات النار والعذاب واستحقاق الكافرين لدخول النار والعياذ بالله.